اتخلص يا واد بقى. حاضر يا معلم. هروح وسع اللي انت عامله في الشقة. ايه ده يا حناوي؟ ده رايقه ليه ده رمضان؟ كل سنة طيبة. وانت طيب يا اخويا، بس الكلام ده في الشارع في القهوة مش هنا. انزل يلا. استني بس، طب نعلق فرع كده بعرض الشقة كده يعمل منظر. صح يا معلم. صح ايه؟ انزل يلا. خلاص خلاص انزل يلا. خد السلت ده وانزل. بص عايزك تمنجه لي القهوة، عايز فرح فرح. ايه ده؟ طب ما انت جايبه قدرة فول اهي بحالها، وما هي الفوله ملقعه على الناصيه، الحاره مليانه فول. لا ما انت عارف انا ما احبش اكل فول الا اللي انا مدمساه، بيبقى طعم كده يا اخوي. كل سنه وانت طيب يا نوش، والسنه الجايه تكون انا وانت على عرفه في رمضان. هما بيقفوا على عرفه في رمضان يا اخوي؟ احنا هنوقف والراجل ينزلنا. زعلانه منك يا حناوي. لا يا بنت زعلانه في ايه؟ أول رمضان من 5 سنين تنسى أهم حاجة في رمضان. نسيت إيه؟ زينة وعلقتها، فلوسه مديك عشان تجيب حاجة رمضان، نسيت إيه؟ فانوس رمضان يا أخوي. خضتيني. تفتكري برضو أنا أنسى أهم ست في حياتي؟ الله، ده صغير قوي بس دمه خفيف. استني كده لحد نص رمضان، لو عرفنا ندخل من باب الشقة منه يبقى ليه كلام. مش فاهمك يا استاذ سعيد، استنى من دهرك جابر. جابر جابر يا ابني، في حد ينام ليلة الوقفة؟ قوم. الله اكبر. يا عم نام ايه؟ مش سامع صوت عمك كريم يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. نبي يا رب، نبي يا رب يجيب حد غيره يقدر احسن. دول 30 ليله هيبقى صعب دلوقتي. ولا سعيد بيسالك ياخد كهرباء من العمود ولا من الكوفريه؟ وانتوا بتسرقوا الكهرباء يا جبل. يا عم انا خارج له، خلي بالك بس من الخيار اللي في البرميل ده، عشان لازم يقعد يومين. قوم قوم فرسان. طيب قوم. طيب اخويا. يلا صوم طيب. طيب انا اصلي العشاء. ها ماشي يا اخويا. لا بس ده ابو دعنا والنبي. ان الله. بقول لك ايه، صحيح احنا الوصله دي هناخدها منين؟ يا عم في الخباثه كده، خدها من العمود ده وخلاص. بس الحي لو عدى الصبح هيعمل لنا محر. يا عم حي ايه؟ حي على الفلاح. ولا انت ما بتحبش الفلوس يا سعيد؟ بحبها بس مش عارف هي ما بتطقنيش ليه؟ يعني يمكن تطيقك بخلقتك دي يا سعيد. وبعدين عمال الحي هيبقوا صايمين بكره، ولو عدوا علينا تبقى البلد فاقت ورحنا في داهيه يا سعيد. على رايك، ما دام الموضوع كده عامل لك فرعين نور قدام باب الدكان. اللي انت عايزه يا سعيد، بس سيبنا نام، سيبنا نام والنبي. طب وصلاه العشاء عم الشيخ؟ ما هي مندوده للفجر يا سعيد، وسيبنا نام بقى. حبيبي عم جابر. بسم الله ما شاء الله، ده المسجد بيتملي في رمضان اهو. موسم بقى، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا خمس. ايه ده الميضه مليانه زحمه؟ خلاص وقف شويه بس. ها الجو ده طبعا مش موجود في المانيا. ها لا في مساجد هناك بس مش بالروح دي. طب ايه، مش هنلحق نقعد معاك قبل ما نسافر؟ لا مفيش سفر تاني، قاعد هنا مش ماشي، كفايه سفر وغربه بقى. صدق عندك حق، مش احسن من وطن البني ادم، خصوصا لو يكون الوطن ده زي مصر. والله تعرف ان ام الدنيا. امال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. صنطبة حماية. ازيك خميس؟ حبيبي صنطيب. طيب عن اذنكم هتوضى انا. رمضان كريم. الله اكبر. عامل ايه يا خميس؟ الحمد لله. بس ايه؟ عم كريم يعني ملعلع ومراجق المنطقة. ملعلع، بالك كده لما تلعلع زيه. ايه خميس؟ ما حدش بيشوفك في الجامع غير في رمضان ولا ايه؟ طب اهو الحمد لله في تحسن اهو. شوية شوية إن شاء الله ربنا هيكرمني وتلاقيني قاعد في الجامعة ده كل يوم، لا شغل ولا مشغلة. قادر يا أخويا على كل شيء. إيه مش هتتفضى؟ أنا طبعًا هتفضى أستاذ. اتفضى حضرتك. استنى الزحمة بس كده. إيه ده موبايلي فين؟ موبايلي.